طيب، ولكن لم لا تعود إيران إلى الاتفاقية النووية، وإن كان الحرس الثوري الإيراني لديه ارتباطات اقتصادية وغيرها، ولكن الآن عقوبات على النفط. بدأت الولايات المتحدة الأمريكية تضبط النفط الإيراني حتى وإن كان على سفن الروسية أو غيرها، بدأوا يعاقبونهم، بدأوا يعاقبوا شبكات تهريب النفط وتبييض الأموال، وبدأ الضغط على هذا المستوى. يعني أليس من الأفضل لإيران أن تعود للاتفاق النووي؟ دع الحرس الثوري الإيراني معاقبا، هي قضية منفصلة، وتمت معاقبة الحرس في عام 2019، وبعد ذلك نناقش الأمور شيئا فشيئا، وقد نجد طريقا أفضل على مستوى تصدير الغاز، والعالم بحاجة للغاز الإيراني. هذه قضية معروفة يا سيدي الكريم، يعني لماذا لا تذهب إيران إلى هذا الطريق السهل؟ سؤالك موجه جدا استاذ احمد، ولكن اعتقد انه الاجابه عليه معقده بعض الشيء، بمعنى انه انت امام ارادتين في الداخل. يعني الاصلاحيون كانوا يذهبون بعمليه التركيز على القواعد الاصليه للاتفاق التي حدثت في عهد اوباما، و يعني ترتيب الامور المتعلقه بزياده التخصيب وغيرها مع وكالة الطاقة الدولية. المحافظون الحقيقة ذهبوا باتجاهات مغايرة. يعني اتجاه الأول هو إكمال الصفقة التي ذهب بها الإصلاحيون، يعني عراقسي ومجموعته، وثانيا هو عملية حماية استغلال نقاط الاتفاق في النووي لحماية الحرس الثوري ولحماية كذا. ولذلك على سبيل المثال أنا حللت على إحدى القنوات العربية أستاذ أحمد الجولة الثامنة، مثلا كانت النقطة الرئيسية في الجولة الثامنة هي رفع اسم قائد البسيج المرتبط بالحرس الثوري طبعا من ترامب. هذا أمر ليس له علاقة أصلا، لأن العقوبات فرضت عليه في عهد ترامب وليس في عام 2015 في عهد أوباما حتى يتم التفاوض عليها. فهذا ماذا يعطي انطباع؟ نحن كمحللون أو كمحللين عفوا نعتقد أنه القيادة المحافظة، التحول الذي حصل، التحول السياسي الذي حصل في إيران انعكس على طريقة المفاوضات وعلى أهداف التفاوض. فلذلك هؤلاء يحاولون أن يحصلوا على نقاط ربح وقوة لمؤسسة الحرس الثوري وتيار المحافظين في الداخل، في حين أن الوضع في إيران الشعب الإيراني ينتظر. أستاذ أحمد أنا يوميا أقرأ الصحافة الإيرانية وأتابع ردود الفعل، يعني يترقب يريد حل. الوضع مأساوي أصبح، يعني رفع الغطاء الدعم عن المحروقات وعن الأكل، وهذا أمر يعني شفنا قبل فترة مظاهرات كثيرة بإيران. صحيح أن الشعب الإيراني لم يصل إلى مرحلة إسقاط النظام، لأنه يترقب الدول التي أسقطت بها الأنظمة. فالإيرانيون، وأنا مسؤول عن كلامي يعني متكلم مع كثير من الإيرانيين، يعني استطلع آرائهم بهذا الموضوع، يقولون أستاذ أحمد أنه إحنا نخاف أن تصبح إيران مثل باقي سوريا أو اليمن، أو يعني تعود تجارب إلى داخل إيران. فلذلك ليس لدينا بديل، ليس لدينا ثقة قوية بالمعارضة. المعارضة لم تطرح نفسها كبديل نوعي وإنما كضد نوعي، فهمت؟ وهناك فرق بين الضد النوعي والبديل النوعي. فالشعب الإيراني لم يتخذ قراره، ولكنه يخرج من فترة وأخرى للضغط على الإدارة، خصوصا في فترة المحافظين. حظوظ السيد رئيسي نزلت كثيرا في الداخل الإيراني الآن بسبب يعني التعثر الذي يحصل بالمفاوضات وضرب مصالح الناس. الحقيقة مصالح الناس الإيرانيين يعتقدون أنه الحل ينطلق من فيينا، أنه رفع العقوبات، خصوصا وأنه العالم يحتاج إلى النفط الإيراني، في حين القيادة الإيرانية تريد أن تحمي نفسها وتحمي وضعها، وبنفس الوقت تريد أن تستغل اللحظة للحصول على مزيد. بمعنى الحرب الأوكرانية الروسية إيران تريد تستثمرها يا أستاذ أحمد، يعني مو موضوع أنه كأنه بازار يعني بيع وشراء. يعني لا، إحنا لازم نزود شروطنا لأنه أوروبا عندها مشكلة. يا با أوروبا ما لها علاقة بالموضوع، أوروبا سياساتهم سياسات وظيفية أستاذ أحمد، يعني يحكمها الربح والخسارة وهكذا، ما عندهم يعني أحلام منهجية حتى مع أمريكا. هم تربطوا المصلحة، الحماية، البروتكشن. فلذلك الإيرانيين يحاولون أن يصعدون، يعني يعرقلون مسيرة التفاوض المحافظين يعني للحصول على مكسبين. المكسب الأول الضغط على المجموعة الأوروبية حتى تضغط على أمريكا وإسرائيل من جهة، والقضية الثانية هو عملية كسب الوقت لزيادة
تخصيب اليورانيوم للضغط على الجميع يعني. وحتى اذا تعثر الاتفاق ولم يحصل، فايران اصبحت اعلنت عن نفسها قوه نوويه واصبحت مثل الهند وباكستان يعني، لا احد يستطيع ان يتحدث. انا اعتقد هذه الامور التي استطيع ان اجيب على سؤال حضرتك.